مرحبا المتتبعين الكرام، اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب دوت كوم. لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. يوم الحسم، وحيد خيلوزيش حزين وهذا موقفه من قرار فوز القجاع. تحسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشكل كبير اليوم الخميس في مصير المدرب المنتخب المغربي وحيد خيلوزيش. ويلتقي الطرفين اليوم الخميس لتدارس أمور المنتخب الأول ومدى استجابة الناخب الوطني لشروط الجامعة فيما يخص عودة المغضوب عليهم للمنتخب المغربي كحكيم زياش ونصير مزراوي وغيرها من الأسماء. وأوضح وحيد خيلوزيش أنه يعيش حالا من الحزن قبل لقاء رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجاع بسبب وفاة أحد أصدقائه، حيث أكد وحيد في تصريحاته عن حزنه الشديد لرحيل صديقه إيفيكا أوسيما، حيث زاد موضحا: صعب علي تقبل رحيل أوسيما، قضينا أوقاتا رائعة وأنا معجب به كلاعب ومدرب وإنسان. وفي سياق آخر، أعرب مدرب المنتخب المغربي عن تأسفه لوضع الحالي بعدما بات مستقبله مع المنتخب المغربي هو السائد إعلاميا بدل الحديث عن إنجازاته. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.